طيب بمناسبة يعني برضو انت ذكرت حاجة مهمة جدا، بس انا عايزة اتكلم عن التويتاية اللي كتبها المعلق الرياضي الكبير خالد بيومي النهاردة. الحقيقة كتب او وجه رسالة يعني على تويتر، عايزة بس اقولها لكم سريعا عشان ندخل في اخبار البيت الكبير. كل ده احنا ما دخلناش في الاخبار. النهاردة كان عنده تويتة قوي او رسالة يعني بيوجهها لمروان محسن. خالد بيومي طبعا. خالد بيومي طبعا. مظبوط. كابتن كبير. كابتن كبير خالد النهارده بيومي يعني بيقول له واثق انك هتكون معانا اهي دلوقتي على الهواء قدام حضراتكم، واثق انك هتكون افضل في الايام القادمه على الرغم من كميه التنمر عليك مؤخرا، اتصور انك قادر على الخروج منها باسرع وقت. مروان يوما ما كنت هداف الدوري وانت قادر باذن الله على العوده. دي كانت رساله كابتن خالد بيومي لمروان محسن النهارده برضو بعد حتى يمكن التنمر اللي كان عليه بعد ماتش القمه.